حادثة تهز أمريكا، حيث تم فصل شرطية متزوجة بعد اكتشاف إن لديها علاقة حميمية من 6 من زملائها من رجال الشرطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. من المؤسف هنا إن وضع مؤسف للغاية، تشير التقارير إن ضابطة شرطة متزوجة في ولاية تينيسي أقامت علاقة جنسية مع 6 ضباط آخرين، وتضمنت تبادل الصور الفاضحة وممارسة الجنس الفموي وأداء الأعمال الجنسية أثناء الخدمة، وكشف التحقيق الداخلي إن اللقاءات جرت في منازل الضباط والفنادق والحفلات. نتيجة لهذا التحقيق تم إعفاء هول و5 ضباط آخرين من واجباتهم. أعلنت الشرطة الأمريكية يوم الخميس عن طرد شرطية بعد اكتشاف ارتباطها بعلاقات جنسية مع 6 شرطيين من زملائها رغم أنها متزوجة في ولاية تينيسي. وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغ عن علاقات حميمية للشرطة مايجان هول في قسم شرطة لافيرني في الحفلات الصاخبة والفنادق وحتى داخل مقرات الشرطة، ما أثار جدل واسع في الولايات المتحدة. وأضافت أنها فتحت تحقيق في الحادثة وكشفت الفضيحة بين الشرطية والضباط ما دفعها لطردهم من العمل بعد التأكد من قيامهم بأفعال شاذة. وتبعت إن هول البالغة من عمر 26 سنة اتجاهلت فضيحتها مع عدة ضباط، قائلة إنها بتركز على المضي قدما في حياتها. وأشارت إن السيدة هول اعترفت في وقت لاحق بتهمة ممارسة الجنس مع عدد من الضباط، فيما زوج الشرطية على هذه القضية قائلا، طبعا هو زوج الشرطية رد على هذه القضية انه ليس لديه مشكلة مع ما فعلته زوجته وسيبقى بجانبها مهما كان. وكانت هول نشأت في ريف تينيسي وهي تحلم بأن تصبح ممثلة وفقا لملفها الشخصي على موقع بحث عن المواهب، درست القانون في العشرينات من عمرها. والأسبوع الماضي ألقت السلطات البريطانية الخميس القبض على 3 حارسات سجن لممارستهم العلاقة الجنس سرا مع سجناء ذكور في سجن اتش ام بي بيروي في بريطانيا. وقالت وسائل الإعلام إن المحكمة البريطانية حكمت على الحارسات غفان وعائشة غان وإيميلي واتسون بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و3 سنين. وأضافت إن المحكمة استندت في حكمها على الحارسات بفيديو لحادثة ممارسة الجنس بين الحارسات والسجناء في السجن. وتبعت إن هو عثر على الفيديو الذي التقطه الحارس أثناء تفتيش الشرطة تفتيش منازلهم. ومن جهته قال المتحدث باسم السجن في بياني إن الحراس تلقوا تدريبات وتعليمات صارمة على كيفية التصرف قبل بدء العمل، وإنهم لن يسمحوا بأي سلوك غير قانوني بين الموظفين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.